السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين ديالنا أمرنا باش بالوسطية والاعتدال، إذا خاصنا نكونوا متوازنين، ما نكونوش كناخد الأمور بإفراط ولا بتفريط. حتى في العمل ديالك، في قرايتك، خاصك يكون عندك توازن. في الخدمة اللي كدير ما تكونش كتسرق السوايع، تكون كدير داكشي ديالك الحق وطريقه، ما تكونش غشاش. ياك اوكي، انا اليوم غادي نساعدك باش انك تتعلم تعطي لكل حاجة الحق ديالها. اليوم خصك تخرج بأنك يعني تكون تعلمتي أنك تعطي لكل دي حق حقه. غادي نجيو ناخد اليوم ديالك مثلا، نشوفوا لي طاش اللي كدير فيه وما إلى ذلك. النهار ديالك اليوم بصفة عامة كتكون عندك فيه 24 ساعة، متفقين؟ هادو هما لي طاش اللي غادي يكونوا عندك. أنا خاصك ديك السوايع ديالي اللي عندي في اليوم نقسمهم على زعما الحوايج الأساسية اللي هما هادو. تكون عندك عمل انت كتقرا، طبيعة الحال الدراسة كتاخد منك شحال؟ انا غادي ندير لك 8 سوايع. علاش 8 سوايع؟ احيانا كتقرا اقل من داك العدد، ما كتقراش نهار كامل، ولهذا انت خصك تكمل على قريتي 6 سوايع. خصك تجي للدار تقرا جوج سوايع زايدين، هادشي غير باش تكمل النهار ديالك، مازال ليك الليل ما شفناش. دونك خصك تكمل 8 سوايع. علاش؟ اعتبر راسك انك موظف، كيف ما الا كان باك خدام مثلا، موظف ولا كيخدم في اي عمل ما كان، غادي تلقاه كيخدم مسكين اكثر من 8 سوايع. ولهذا انا طلبت منك تخدم غير 8 سوايع. اعتبر راسك انت موظف عند راسك، دير هنايا. غادي ندوزو للنوم. النوم مثلا شحال كياخد منك؟ ما بين 6 حتى 7 سوايع. بغيتي تمشي حتى 8 سوايع سير، ولكن ديك الساعه راه زايده فيك، حاول تبقى في المتوسط ديال 7 سوايع، ولا هبطتي 6 سي تري بيان. ديك الساعه يمكن لك دير فيها حوايج حدا اخرين. في الترفيه بطبيعه الحال النفس ديالك حتى هي على حق، ما غاديش نضيعوه، غادي نعطوك ساعة. عائلتك بطبيعة الحال حتى هما خصك تجلس معاهم، وصحابك حتى هما غادي نعطيهم ساعة. إلا جمعنا هادشي شحال غادي نوصلو؟ 8. نديرو حنا الماكسيموم هنا 7، 15، 6، 17، 18. هادشي غير هادشي مثلا اعتبرنا غير الخدمة بنهار، زائد الساعات اللي خصك تخدم بالليل كتحضر فيهم، كتراجع فيهم داكشي اللي قريتي بالنهار، وكتحضر فيهم شوية لداكشي اللي عندي غدا. غادي نحاول نخدم 3 سوايع مينيموم، حافظ عليها. شحال غادي تولي عندي؟ دونك 18 و 3 ولات عندي 21 ساعة. شحال بقى ليا من اليوم ديالي؟ بقاو ليا 3 سوايع. هاد 3 سوايع فين تيمشيو؟ بطبيعة الحال تيمشيو في الأكل ديالك، وفي التنقل، وفي الصلاة، والحمام، وما إلى ذلك. في اليوم ديالك غادي يكون عندك 24 ساعة. هادشي إلا تبعتيه غادي تكون وليتي كتعطي لكل حاجة كتعطي الحق ديالها. راه إلا درتي هادشي مكتسماش واعر، لا، كتسمى انسان عادي، كتسمى انسان متوسط، انك غادي وعطي كل حاجه الحق ديالها، ما مضيعتيش حاجه. اما الا كنتي مثلا هنا في الترفيه كتقبل فيسبوك ولا الجيمين ولا شي حاجه، وكتوصل 4 السوايع 5 السوايع في اللعاب ولا مهم، كتفوت هذا القياس هذا، راه ما بقيتيش غادي في النورمال، وانما وليتي غادي في الخسران، غادي في الخسران. استحمالي. بالنسبه لنفسي، بالنسبه لعائلتك وصحابك، صحابك اللي وليتي كتجلس معاهم اكثر من هذا الوقت، ساعه راه ماكسيموم، راه بزاف، هذا اون اور ماكسيموم. الا كنتي كتجلس معاهم اكثر من داك القياس، عرف راسك راه داك الشيء ما مكلكش، راك ما غاديش في النورمال. هذا الشيء اللي عطيتك هنا راه غير باش تكون نورمال، راه ماشي باش تحس براسك انك مسجون، ولا راك غادي في واحد البروغرام واعر ولا ما الى ذلك. لا، الا بغيتي بروغرام واعر مازال لك، خاصك تزيد سبيسيفيك اكثر. يعني حتى هاد الخدمه اللي عندك هنا مثلا في التحضير ثلاثة سوايع، ولا في العمل والدراسة، خاصك تزيد سبيسيفي لي طاش مزيان. لنفترض انت مثلا عندك 3 سوايع بالليل بغيت تخدمها، هذيك 3 سوايع وعندي فيها واحد تي بي ولا واجب هامورك، هذوك لو دوفوار اللي غادي تخدم، الا كان كياخد غادي ياخد ساعة المكانة، ما خاصناش نعطيه 3 سوايع. الا هو كياخد ساعة المكانة وانا عطيته 3 سوايع، راه ما كيتسماش راني كملت وساليت واو درتو في 3 سوايع، لا، راه كيتسمى حتى هو اسراف وتبذير في الوقت. علاش؟ لان ديك 3 سوايع راه ما فيهاش غير هذاك الواجب، وانما فيها واجبات وحده اخرين، خاصك تسالي داك الواجب وتدوز الحوايج وحده اخرين. اذا الاسراف والتبذير راه ما تيكونش غير في الوقت وفي اللعب وفي ما الى ذلك، حتى في المواد اللي كتخدم. الحاجه الا كانت غادي نخدمها في نص ساعه ولا في ساعه، وعطيتها نهار كامل ونقول واو اليوم راني درت هاد الحاجه، لا، راك هابط، راه مازال خاصك ترجع للنورمال ديالك. اذا الى حاولتي تاخذ بهذا الشيء هنا، غادي تكون
كتعطي لكل حاجه الحق ديالها، وغادي يكون عندك في طبيعه الحال واحد التوازن، وما غاديش يكون عندك داون بحال هكا، ما تماش غادي هابط، دونك غادي تما غادي هكا. ولكن انت غادي في التوازن، غادي تكون غادي بخير، والحمد لله تحس براسك بيس. السلام عليكم.